انت اكاونتنج ميسود، برافو عليك يا رير. حد يقدر يقول لي الفرق ما بين الكاليندر والفيزيكال، ايه الفرق ما بين الاثنين واحنا بنعمل التايب بتاعت الكاليندر؟ ناس تفتكر معايا، كنت قلت لكم في نوعين من السنين، في نوع كذا وفي نوع كذا، قلت لكم في نوع اسمه نوع كاليندر وفي نوع اسمه نوع ايه فيزيكال، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يا شباب الناس تقول ايه الفرق ما بين الكاليندر وايه الفرق ما بين الفيزيكال؟ طيب السنة المالية الحكومية من يناير لديسمبر، طيب ايه الفرق يعني مين تبقى تبع الحكومية ومين فيهم الكاليندر يبدأ في 7 وينتهي في 6؟ طيب الكلام اللي جيجي كاتباه ده صح، الكاليندر هي بتاع بتنتهي في 6، تمام. ناصر بيقول الفيزيكال للحكومة، تمام، يبقى فيزيكال يا جيجي هي اللي بتبدأ في 7 وبتنتهي في 31 6، كاليندر هي السنة العادية اللي بتبدأ في يناير وبتنتهي فين؟ في ديسمبر. لازم تركزوا في الموضوع ده. طيب الناس عارفة موضوع الكرنسي، قلنا الكرنسي عشان أخش أعمل لها ديفاين، أخش أعمل لها ديفاين لو هي مش موجودة، طب لو موجودة بعمل إيه؟ بعمل سيرش، صح؟ تمام، واتاكد من وجود ايه التشيك بوكس بتاع ايه انيبلد، ولو مش موجوده هكتبها بايدي. تمام يا شباب، ايوه كده، افتحوا يفصل واحد كده واشرح لكم يعني عشان يحس ان تعبه بيجي فايده، يحس ان احنا ورانا رجاله يعني. بما اننا بقى عرفنا ان في حاجه اسمها فورسيز، والفورسيز ديت زي ما قلنا تشارت اوف اكاونت، وقلنا ان هي كاليندر، وقلنا ان هي كرنسي واكاونتنج ميثود. الفورسيز دول، الفورسيز الاربعه دول، الاربعه الاساسيين عشان خاطر اقدر اعمل سيت اب للجنرال ليدجر بتاعي. طيب مبدئيا كده لازم نعرف حاجه، تمام، ان الفورسيز ده عشان خاطر اعمل سيت اب قلنا لازم نعمل الاربعه ايه الفور سيز. ثلاثه احنا عملناهم اللي هم الشارت اوف اكاونت، وعملنا الكالندر السنه الماليه بتاعتنا، وعملنا الكرنسي ديفاين او انيبلد زي ما انتم شفتوها. ما فضلناش غير حاجه واحده بس اللي هي الايه الاكاونتنج ايه ميثود، تمام كده. الاكاونتنج ميثود ديت وانا بعمل سيت اب للليدجر بيسالني عليها، انا مش بعملها بايدي بكاريتها، هي اوريكال اللي عارفه. هي حاجه من الاثنين يعني، عندك طريقتين من شغلك قيود، يا اما الشغل النقدي يا اما الشغل الاجل. فهي وانا بعمل سيت اب هتيجي تسالني، هتقول لي انت هتشتغل بأني طريقه، هتشتغل بالطريقه بالنقدي ولا بالاجل، هتشتغل بالكاش ولا بالاكوال، تمام. النهارده هتبقى محاضره خفيفه ولذيذه، الصعب كده يعتبر احنا عندنا الفورسز دي احنا يعني استخداماتهم ايه بالظبط؟ تمام، احنا لما بنيجي نكون ليدجر عندنا الليدجر ده اللي هو ايه؟ حساب الاستاذ العام. خلاص؟ حساب الاستاذ العام ده عشان يتكريت لازم يتوافر اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ واحد شارت اوف اكاونت، تمام؟ اتنين هيبقى عندنا بيسي، ثلاثة ايه كاليندر، والرابعة تبقى ايه اكاونتنج ايه ميثود، تمام. هم دول الفور سيز، هم دول ايه الفور سيز اللي احنا عملناهم. يبقى انا عشان محتاج ان انا اكون ليدجر وهو حساب الاستاذ العام، محتاج ان انا اعمل اعدادات للاربعة دول. الاول احنا عملنا تشارت اوف اكاونت اللي كانت فيها سيجمنت وفيها الكلام اللي كنا بنتكلم عليه، تمام يا شباب. محتاج ايه؟ انا كنت محتاج ان اعمل شارت اوف اكاونتس، فعملت الشارت اوف اكاونتس بتاعتي. خلاص عملت ايه الشارت اوف اكاونتس بتاعتي اللي هي السيجمنت والفاليو سيت والفاليو والقيم اللي كنا بنتكلم عليها. وبعد كده
رحت قمت جاي عامل الكرنسي بتاعتي وقلت ان الكرنسي بتاعتي مين؟ الجي بي صح؟ والكالندر بتاعتي كنت مسمار كالندر، والاكونتنج ميثود قلنا اللي هي الايه الطريقه اللي هي الايه الاجل اللي هي الاكروال. تمام؟ طيب تعالوا بقى كده ايه اللي احنا عملناه. مش احنا قلنا ان الشرط في الاكونت بتاعتنا اسمها عمر، اسمها عمر تقريبا حاجه، والكرنسي قلنا عليها هتبقى اي جي بي. تمام؟ والكالندر كنا مسمينها ايه يا شباب؟ عمر كالندر، صح كده؟ وفاضل مين؟ وفاضل الرابعه دي اللي هي الاكونتنج ميثود. خلاص يبقى احنا كده عملنا دي وعملنا دي وعملنا دي، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الاكونتنج ميثود. احنا خلاص عرفنا ان احنا هنشتغل بالاكروال. تمام، دلوقتي احنا هنخش جوه صفحه معينه داخل الجنرال ليدجر عشان اقدر اعمل ربط ما بين الاربعه دول. يعني انا عايز اقول جوه الصفحه ديت الشارت اوف اكاونتس اللي اسمها عمر مع الكرنسي مع الكالندر اللي اسمها عمر كالندر مع الاكونتنج ميثود اللي هو اكروال او الطريقه اللي هنشتغل بيها، دول تحت اسم ليدجر ايه انا هسميه. يعني هعمل مثلا ليدجر واقول ليدجر عمر اندرسكور مثلا ليدجر. تمام، تحت اسم الليدجر ده تمام هيبقى في الفور سيز اللي تحت، هيبقى في تشارت اوف اكاونتس، وهيبقى في الكرنسي، وهيبقى في الكالندر، وهيبقى في الاكاونتنج ميست. فانا دلوقتي هخش على السيت اب خاص بالجين ليدجر وهقول ان شارت اوف اكاونت الفلانيه اللي هي عمر مع الكرنسي الاي جي بي مع الكالندر عمر كالندر مع الاكاونتنج ميثود ده، تمام، اعملهم ربط مع بعض. تمام يا شباب، نربطهم. طيب عايزين برضو ايه، احنا كده عرفنا الليدجر. يبقى انا لما اقول لك الليدجر، لما اجي اسالكم سؤال واقول لكم الليدجر بيتكون من ايه، تقولوا لي من الفور سيز. اقول لكم طب ايه هي الفور سيز، تقولي لي الشارت اوف اكاونت والكرنسي والكالندر اكاونتنج ميثود، مفيش اي صعوبه. يبقى انا بقول لكم الليدجر ده عشان اكون ليدجر يا شباب محتاج ايه؟ محتاجين الاربعه دول. يبقى انا وانا داخل اعمل سيت اب او امبلمنتيشن عند العميل لازم محتاج ان انا اكون الاربعه دول، واخش في شاشه في في جان ليدجر ابدا ان انا اربط الاربعه دول مع بعض اللي انا عرفتهم. خلاص؟ طيب في حاجه هنتسال عليها واحنا شغالين بنعمل سيت اب للليدجر، ليجال انتيتي اسمها ايه؟ ليجال انتيتي، الموقف القانوني للشركه. تمام كده، تمام. اي شركه في الدنيا، اي شركه في الدنيا لما بتيجي تشتغل لازم يبقى عندها سجل ضريبي وسجل تجاري، موقفها القانوني زي ما قالت جيجي كده في الشركه. خلاص تعامل معاك ان انت شركه داخل تعمل شركه، ما هو انت الابلكيشن ده متطبق عند شركه، فالطبيعي ان هو هيبقى عنده حساب استاذ عام اللي هو الليجر اللي داخلين نعمله، وبالتالي هيبقى عنده برضو ايه ليجال انتيتي اللي هو الكيان القانوني. يبقى احنا عرفنا ان في حاجه اسمها ليجر، والليجر ده مكون من الفور سيز، وعرفنا ان في حاجه اسمها ليجال انتيتي، والليجال انتيتي دوت اللي هو ايه الكيان القانوني للشركه. خلاص، عشان لما نيجي نعمل سيت اب تبقى الناس واصله وفاهمه احنا بنعمل ايه بالظبط. ماشي يا شباب. طيب دلوقتي بقى هنخش على شاشه في الجنرال ليدجر، تمام، عشان نقدر ان احنا نقدر نعمل ايه ربط ما بين الفور سيز اللي احنا عملناه. طيب دلوقتي هي دي، هنخش على الابلكيشن بتاعنا واكتب اليوزر نيم بتاعي، واخش على الريسبونسابيلتي اللي اسمها ايه جنرال ليدجر اهيت، وهفتح اي فانكشن جوه عادي عشان بس ينقلني على شكل الجافا، ولتكن انتر مثلا. طيب عشان نخش نعمل ربط ما بين الفور سيز اللي احنا اتكلمنا عليهم، قلنا اي حاجه فيها سيت اب هتبقى من سيت اب، اي حاجه فيها سيت اب هتبقى من سيت اب. تمام، هخش على المنيو اللي اسمها سيت اب، وبعدين فاينانشالز، وبعدين اكاونتنج سيت اب،
وبعدين سيت اب. لو عايزين تكتبوا اكتبوا، وانا بقى بتكلم بالراحه اهو. سيت اب وبعدين فاينانشالز وبعدين اكاونتنج سيت اب مانجر وبعد كده اكاونتنج سيت اب. تمام؟ فاكرين لما كنت بقول لكم ان احنا عندنا نوعين من صفحات الاوريكل؟ اللي قلت لكم في نوع اسمه ويب وفي نوع اسمه جافا. الناس فاكره الموضوع ده؟ وقلت لكم الجافا زي اللي احنا شغالين عليها اللي انتم شايفينها ديت، وفي الويب اللي هي التصفح بتاعت النت العادي جدا. طيب احنا هنخش دلوقتي نوع الاخر من من صفحات اوريكل. طبعا كلنا شفنا الجافا، شاشه السيت اب نفسها هتبقى شاشه ويب زي صفحه النت بالظبط اهي. اول ما اقول اكاونتنج توب هيبدا يفتح لي صفحه ويب عاديه جدا اهي يا شباب، واضحه ليكم؟ وهو هنا زي ما قلنا لما بخش اعمل سيت اب لاي حاجه هو بيفترض في البدايه ان انت اوريدي ممكن تكون عامل ليدجر قبل كده وداخل تعمل سيرش عليه. هتلاقينا حتى هو كاتب لك سيرش باي ليدجر ولا ليجال انتيتي، يعني انت داخل تعمل سيرش على الليدجر ولا على الليجال انتيتي. فطبعا انا مش عامل ليدجر ولا كريت ليدجر ولا كريت ليجال، فبالتالي ان انا مش هخش اعمل سيرش عليهم. تمام؟ فكل اللي انا هعمله هدوس على اكونتنج سيت اب ايه؟ على ايه؟ كريت اكونتنج سيت اب، يعني انا هكريت واحده دلوقتي، هكريت ليدجر دلوقتي. مفهوم يا شباب؟ هدوس على كريت اكونتنج سيت اب زي كده. تمام؟ بيقول لي اول حاجه بيقول لي كريت ليجال انتيتي، هتكريت ليجال انتيتي. هو مين قبل مين مش هتفرق، يعني اكريت الليجال الاول ام الليدجر الاول مش هتفرق. افترض ان انا كاريت الليدجر الاول وبعد كده هروح اكاريت الليجل، لان برضو هضيف الليجل واقول ان الليجل ده خاص بالليدجر ده، يعني هقول ان الكيان القانوني اللي انا عملته ده تمام، اللي هو السجل السجل التجاري موقف الشركه اربطه بالليدجر اللي انا ايه سميته اللي انا قلت لكم عليه اللي هو هيرتبط بالفور سيز. مين قبل مين مش هتفرق، فانا اقول له لا ستيب واعمل نيكست. تمام؟ هيجيبني على الصفحة دي. تمام. بص لاحظوا ايه؟ بيقول لي نيم البرايمري ليدجر هنا ايه؟ اللي هو الليدجر بتاعك الاصلي اللي احنا هنعمله. يقول لك انت هتسمي الليدجر بتاعك ايه؟ الليدجر اللي هو يقصد بيه ايه؟ اللي هو يقصد بيه ده. الاسم ده بتاع الليدجر نفسه، الشنطة اللي هتشيل الفور سيز. الناس ركز. بيتكلم على الشنطة أو الليدجر اللي هيشيل فور سيز اسمه إيه؟ فأنا هقول له زي ما أنا قايل هسميه عمر إيه؟ أندرسكور ليدجر. تمام؟ طيب بيقول لي تشارت أوف أكونت بتاعتك إيه؟ أني تشارت أوف أكونت؟ أني شجرة حسابات؟ كنت أنا مسميها عمر. لو أنا مش فاكر أدوس على العدسة ديت. تمام؟ واعمل سيرش عليها. هيفتح لي شاشه ثانيه اسيرش من عليها الايه؟ التشارت اوف اكونتس بتاعتي، وهنشوف موجوده ولا لا. مش انا كنت مسميها عمر؟ هنشوف كده اي حاجه اولها كلمه عمر. كانت هي دي عمر اندرسكور اي سفرين، وابدا ان انا ادوس ايه سيلكت. هي دي يبدا اسمها ينزل فين؟ تحت هنا كده. مش دي اللي انا كنت عاملها بايدي دي اللي هي السيجمنت والفاليو والفاليو سيت؟ بيطلب مني الفور سيز، الشارت اوف اكونت، ادي الكالندر، ادي الكرنسي، ادي الاكونتنج ميثود اللي احنا قلنا عليه هو اللي بيطلبه مننا. مفهومه دي؟ تمام. زي ما قلت لكم هو دلوقتي بيسالني عن اسم الليدجر ده واحطه، قلت له عمر اندرسكور ايه؟ ليدجر. وبعد كده يسألني يقول لي طب الشارت تحتك اسمها ايه؟ قلت له عمر كذا. قال لي طب الكرنسي ايه؟ اقول له كذا. والكالندر ايه؟ اقول له كذا. والاكونتنج ميثود اي طريقه اقول له كذا. ليدجر ادي كده عملت انا ليدجر. خلاص؟ والاكونتنج كالندر انا كنت عامل واحده اسمها عمر اللي كان طلع فيها ايرور قبل كده. انا هدور عليها يعني، انا ممكن وانا بدور عليها سيرش عليها ممكن ما الاقيهاش يعني. عشان كان فيها ايه ايرور، بس هنشوف لعل وعسى تكون ايه
ات اكتيفيت. هناخد دي اهي عمر اندرسكور كاليندر ايه 2 موجود اهي. يبقى انا عملت سيت اب وبعدين باجي اجمعهم هنا. طب الكرنسي بتاعتك ايه؟ العمله اللي هتشتغل بيها ايه؟ تمام، ادوس على العدسه ديت واقول العمله بتاعتي اللي هي اي جي بي. جابها لي، قال لي ايجيبشن باوند. اه يس، اقول له سيلكت. تمام، فاضل لنا الاخيره اللي هي مين؟ الاكونتنج ميثود. طيب تعالوا نشوف الطرق بتاعت اوريكل، واقول له هات برسنتج كده، واقول له هاتهم لي كلهم واشوف الطرق اللي عندك. تمام كتير. طيب احنا هنشتغل بالايه؟ هنشتغل بحاجه اسمها اكروال. طيب نكتب كده اللي هي مثلا، خلينا انكمبرانس اكروال اللي هي دي. هشتغل بطريقه الايه؟ الاجل، مش الدفع النقدي. ادي الفور سيز بتوعي، ادي الشارت اوف اكونت، ادي الكالندر، ادي الكرنسي، ادي الاكونتنج ميثود. في حاجه جديده، في حاجه كانت مفاجاه ليكم. مش هم دول الفور سيز اللي احنا كنا عاملينهم؟ مش دي الشارت اللي احنا عملناها، الكالندر اللي احنا عملناها، ودي العمله اللي احنا دخلنا عملنا عليها انيبلد وشفناها فعاله ولا لا؟ ليه الاجل؟ لا لا، هي فوريكا مش حاجه اسمها ايزنتين، هي طريقه واحده خلاص عشان ما نتوهش بعض. هي طريقه واحده، يا تشتغلي معايا كده يا تشتغلي معايا كده. ان البناء ده سيت اب، لا تراجع ولا استسلام. في الليدجر هو سيت اب بيتعمل، ما فيهوش بعد كده ارجع اقول لا ده انا كنت عايز اشتغل الكاش. تمام، قلت لا ده انا عايز اشتغل بطريقه الكاش. بعد كده قدام يعني قدام شويه عشان برضو ما نسبقش الاحداث، هتعرفوا ان احنا ممكن نشتغل كاش امتى. يعني في حالات وفي طرق معينه هنقدر ان احنا نشتغل بينها كاش. يعني لو واحد جالي وعايز ادفع له فاتوره في ساعتها، مش هقول له استنى بقى ما كريت لك فبتيجي بعد شهر ادفعها لك. يعني افرض لو انا مثلا دلوقتي واحد جاي يقدم لي سيرفيس معين في الشركه، جاي مثلا راجل كهربائي جاي يخلص، يعني جاي عمل لي سيرفيس وعايز ياخد فلوس، اجي اقول له تعالى كريت لك فاتوره وبعد شهر تعالى ادفع لك؟ لا. بس ده سيت اب لازم، لا لا لا، خلينا في حوار الانكمبرانس والكلام ده قدام عشان بس احنا ما نتوهش. بس خليكم بس عارفين دلوقتي ان احنا عندنا فورسيز. تمام، شارت اوف اكاونت والكرنسي والكالندر الاكونتنج ميثود لازم تبقى اكروال. يعني التعامل بالمحاسبه مش ممكن يكون كلها بالنقدي او حتى بالاجل. ما هو التعامل بالمحاسبه ممكن تتعاملي بالاثنين، بالنقدي او بالاجل، صح؟ ده الطبيعي ان انا ممكن ادفع فواتير في ساعتها او ان انا اشتغل بطريقه الاجل. قصدك بالاثنين؟ تمام. طب ما هي اوراكل برضه سايبه لك الصلاحيه دي، بس في حاجه اسمها فواتير. يعني كلمه فاتوره ان انا بثبت حق يا ليا يا عليا في البدايه. يعني انا لو شركه مقاولات لما بيجي مقاول مثلا اتعاقد معاه، بثبت ان المقاول ده ان هو ليه عندي فلوس، بس بتفق معاه ان انا كل شهر اديله مثلا يعني ايه نسبه من حسابه عندي. وبعدين الشركات اللي المالتي سيستم بتاعها كبير جدا، تمام، الشركات المالتي سيستم بتاعها كبير جدا قليل جدا لما بيشتغلوا كاش. يعني شركات البترول عامه مش هتيجي تتعاقدي معاها مثلا تقول لها انا هات لي مثلا حصه مثلا بترول قد كده، واول ما الحصه تجي لك تدفع لها كاش. يبقى دايما الشغل بتاعها فيهم اجل، في فلوس رايحه وفلوس جايه. عشان تعرفي الموضوع بالتفصيل بالتفصيل، يعني هنخليها قدام حاجه زي الشيكات كده. بس احنا مش عايزين الموضوع يعني ايه يغوط في الاسئله كتير عشان خاطر الاكروال. خلاص معلش، روحوا رجعتوا تاني. لو الانكمبرانس دي مضايقاكوا احنا ممكن نخليها حاجه تانية يعني. بس انا طيب خلي بلاش الانكمبرانس، خليها هي نغيرها، بلاش انكمبرانس عشان تخبطش. خليها بعد ما بنحط الفورسيز بتوعنا اللي هي الشارت اوف
اكونتس، وبعد ما بنحط الاكونتنج كاليندر والكرنسي والاكونتنج ميثود تمام، بعد كده بندوس نيكست تمام. هو كاتب لك الخطوات اهي، يعني لو بصينا على الشاشه من فوق كاتب لك انت هتمشي ازاي. خلاص يعني هو بيقول لك ايه اوبس في، يعني انت كده في الخطوه الثانيه من 3 خطوات، يعني الشاشه نفسها شارحه نفسها تمام. طيب يا ريت بس الشاب بس ايه يركز في اللي بقوله، وبعد كده ايه الناس تكتب الشات زي ما هي عايزه، عشان اللي بقوله دوت مهم جدا جدا. ده بعد تعب شغلك في انك انت تعمل سيت اب للشارت اب اكونت وتحضر الكالندر وخلاص، انت كده بقيت تشتغل كده، هنشتغل عملي. هو ده الشغل، كل اللي فات ده كله حاجه واللي جاي ده حاجه تانية خالص، فالناس تركز تمام. انا عشان الشارت اوف اكونتس بتاعتي مش انا مش ماليها بفاليو كتير، وكنت عامل لكم نظام تيست كده يعني بس عشان اوريكم الشارت ماشيه ازاي، والسيجمنت والفاليو والفاليو سيت، مش حاطط فيها حسابات كتير يعني. وانا بعمل سيت اب لما يجي يطلب مني حسابات معينه مش هيلاقيها في الشارت اوف اكونتس بتاعتي، لان انا مش يعني مش ماليها بالفاليوز الكتير خلاص. بس انا عايز اقول لكم ان السيت اب اللي احنا بنعمله ده بيتعمل مره واحده، لا تراجع ولا سلام. يعني ان انا لو عملت سيت اب وقفلت الليدجر على كده وكرهت الليدجر، ما اقدرش بعد كده اخش اغير تمام. فانت لما بتيجي تعمل سيت اب للحاجات ديت تاكدت تماما، قعدت مع مدير الحسابات تمام، مفيش اي مشكله، تبدا تنفذ. حصل اي مشكله حبيت انك تغير، يبقى تبدا تعمل سيت اب من اول وجديد، تروح تعمل شارت في اكونتس من اول وجديد وتنهي الدنيا تاني خالص، تبني وتهد وتبني تاني من اول وجديد. فلازم وانت شغال في الموضوع ده تكون حذر جدا جدا جدا. لا ما انت بقى طبعا كنت عامل كل سنه طيب، طبعا الحاجات دي ليها معالجات بعد كده يعني، بس طبعا عشان شغلك يبقى في البدايه ما فيهوش اي مشاكل تمام، ان انت وانت بتعمل سيت اب للليدجر بتاعك والشركه هتقوم عليه، يعني الشركه اللي انت تعمل لها الامبلمنتيشن دي هتقوم عليه، فبالتالي المفروض ما يكونش فيه اخطاء. خلاص بالتالي ما يكونش فيه اخطاء. فعشان خاطر ان انت تشتغل بالمصري بالجنيه المصري، وهنحط الكالندر بتبدا من كذا والحساب بتاعك كذا، وابدا ان انا اعمل قيود واجي بعد كده اكتشف ان انا غلطان، لا يبقى هتعيد سيت اب من اول وجديد. خلاص انا دلوقتي كنت بقول لكم ان انا دلوقتي عامل شارت اوف اكونتس كنت مسميها عمر اندرسكور نجيب، بس انا بقول لكم ان انا وانا بعمل شارت اوف اكونتس ديت ما كنتش حاطط فيها فاليوز كتير اللي هي بتاعت انا، ما كنتش حاطط فيها حسابات كتير. فبالتالي وانا بعمل سيت اب للليدجر بتاعي لو طلب مني اي حسابات مش هيلاقيها موجوده داخل شغل تحتي، ان انا كنت بقول لكم بس كده اوفر فيو عشان تقدروا تعرفوا ازاي اقدر اعمل سيت اب للتشارت اوف اكونتس. فانا هستعين بتشارت اوف اكونتس موجوده قبل كده فيها بيانات وفيها حسابات موجوده فيها، عشان لما يطلع حساب معين تمام اقدر ان انا اطلعه من شكل الحسابات الموجوده. مفهوم انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بس الموضوع كل اللي انا هغيره هغير بس الشارت اوف اكونت، هاخد الشارت اوف اكونت اللي انا عاملها، اساسا انا مش حاطط فيها حسابات، حاطط لكم فيها اراضي ومباني كام حساب صغير، فانا مش حاطط فيها حسابات تمام تغني البيزنس بتاعي، بس انا هاخد شارت حسابات جاهزه معموله من اوريكا هحطها عندي بس، لانها هتاخد مني وقت عشان ادخل 3000 حساب، يبقى هنقعد فتره كبيره بقى ندخل فيهم، هيحتاجوا برنامج تاني، ما هو يعني قصه تانية يعني. فاحنا تقسيم للوقت انا بس بفهمكم ايه اللي بيتم دلوقتي للتجربه تمام. يعني اللي كان فات ده تجربه، لكن انا مش هشتغل بالشارت اوف اكونتس بتاعتي، بيتحمل على الداتا لودر تمام. خلاص لو المايك لو المايك فصل يبقى الدعم كلمنا على الفيس تمام يا شباب. فانا هنا هجيب شارت اوف اكونت موجوده قبل كده، هاخد بتاعت فيجن اللي هي عامله الموقع اللي احنا شغالين عليه ده، هي عامله تشارت اوف اكونت جاهزه فيها جميع ايه الحسابات، اسمها فيجن اوبريشنز. الناس تكتب برضو عشان وهي بتعمل براكتس في البيت، طبعا مش معقول كل واحد هيدخل شركه حسابات يعني مش موجوده. نشوف ايه
هناخد ايه؟ هناخد شجرة حسابات تكون موجودة قبل كده. هناخد حاجة اسمها ايه؟ operations ايه؟ accounting fix. تمام، هناخد دي خلاص، وديت هتبقى standard ايه؟ accrual. الناس تركز يا شباب في اللي بنعمله، standard ايه؟ accrual. هنشتغل بطريقة الاستحقاق خلاص. وكل اللي هعمله بعد ما احط الفور سيز بتاعتي، كل اللي هعمله هدوس ايه؟ اي حاجه. ايه هما كاليندر 2؟ اه بس بيقول ان كاليندر 2 طبعا اللي انا كنت عاملها ان كان فيها ايرورز قبل كده، بيقول ان فيها ايرورز يعني. فمن فضلك ايه، هناخد برضو واحده جاهزه. هناخد يا شباب اي كاليندر كده مثلا وليكن دي. تمام، محدش بس يتلخبط في موضوع ان انا اخترت كالندر او غيرت او شفت الاكونت ده، ما يفرقش معاكم في حاجه خلاص، عشان الناس ما تتلخبطش. وادوس ايه؟ نيكست. خلاص يبدا هنا، يبدا هنا ياكد على المعلومات، يقول لي عمر ليدجر تمام، العمله بتاعته كذا، التشارت اوف اكونتس بتاعته كذا، الاكونت الكالندر بتاعته كذا، الاكونتنج ميثود اللي هو الستاندر اكروال كذا، بيتاكد معايا خلاص. خلاص بقول له خلاص اوكي، رجعت بدوس فينيش. يبدا يجيب لي رساله ويقول لي ان اللي انت عملته تمام، الاكونتنج سيت اب عمر اند سكولجر هاز بين ايه سيفت ايه، اللي هو تمت العمليه بنجاح خلاص. بعد ما يجيب لي الرساله دي، رساله التاكيد ان مفيش اي مشكله، وان انا فعلا كده قدرت اكون ليدجر باسم عمر اندر سكور ليدجر وتحتيه الفور سيز بتوعه خلاص، ابدا ان انا يجيب لي اختيارين. طبعا هيبقى ريتيرن اكاونتنج سيت اب ولا ديفاين اكاونتنج ايه اوبشن. تمام، يبقى ديفاين اكاونتنج اوبشن اهي عشان اكمل السيت اب بتاعي. ابدا يجيبني على الشاشه اللذيذه دي، لو الناس مش فاهمه هنعيد. بص يا شباب، كل اللي عملناه احنا حطينا اسم للليدجر، وتحت اسم الليدجر حطينا الفور سيز بتوعنا خلاص، عشان الناس ما مش عايز الناس تتوه مننا. حطينا الفور سيز بتوعنا، انا بس غيرت اسم تشارت اوف اكاونتس بتاعتي عشان بتاعتي ما فيهاش حسابات، والكالندر عشان كان فيها ايرور بس، وكملت شغلي عادي جدا خلاص. ودوست سيت اب، وبعدين سالني قال لي بيراجع معايا البيانات، قال لي تشارت اوف اكاونتس كذا والكالندر كذا والكرنسي كذا، قلت له فينش، جاب لي رساله قال لي تحب تكمل دلوقتي ولا بعدين، معناها كده يعني. فقلت له ديفاين اكاونتنج اوبشنز، اكمل معايا. فهبدا ان هو هنا اجي عند اول رساله عندي هنا، بيقول لي ايه؟ اد ليجل انتيتي، انت في ليجل انتيتي عامله هتحب تربطه بالليدجر بتاعك. تمام، الليدجر بتاعي اهو عمر اندرسكور ايه ليدجر. معلش المحاضرة ده ممكن تكون رخمة شوية بس محتاجة تركيز. تمام يا شباب، اهو اسم الليدجر بيقول لك عشان خاطر اوراكل، بتقول لك عشان خاطر السيت اب بتاعك يتم، لازم الابديت اللي هو القلم الاصفر اللي موجود على اليمين ده لازم يبقى كله اصفر، لازم يكون كل اللون بتاعهم هنا اصفر. تمام، الاستيتس هنا لما تكون على شكل ساعة معناها ان لسه في حاجة ما اتعملتش، في سيت اب، في خطوة جوه لسه ما عملتهاش. لما تبقى زرقاء كده معناها ان انت ما دخلتش نهائي جواها، ما عملتش فيها اي حاجة. تمام، لما تبقى علامة تايت كده او علامة كومبليت كده معناها ان هي كومبليتد خلاص، كملت، مش محتاج ان انت تخش جواها. فلازم هخش جوه كل واحدة من دي تمام لغايه ما يبقى كلهم ايه؟ كومبليتد كلهم. لما يبقى القلم الاصفر ده كده يبقى القلم ده اصفر، وعلى الاستاتس بتاعهم علامه صح، معناها ان هي ايه؟ كومبليتد خلاص تمت، وابدا ان انا اشتغل بالليدجر بتاعي. يا شباب واضحه؟ طيب، فانا اول حاجه هعملها هاجي عند الليدجر اوبشنز تمام، وادوس على القلم الاصفر ده. هيبدا يجي هنا يقول لي هو انت عامل ليدجر اسمه عمر اندرسكور ليدجر؟
لو حبيت اغير الاسم هنا مسموح ليا اهو، الاسم نفسه بتاع الليدجر مسموح ليا، شورت نيم اي حاجه، هو حاطط اسمي مع الكرنسي مش مشكله. يعني لو حبيت اغير اسم الليدجر بتاعي اغير، تمام. هنا بيبدا ان هو يراجع معاك شويه بيانات وبيقول لك الكرنسي بتاعتك اي جي بي، والشارت اوف اكونت بتاعتك اللي هي الاوبريشن اكونتنج فليكس، والكالندر بتاعتك اللي هي تمام. وبعدين يجي هنا في الاكونتنج كالندر هنا يبدا يقول لك الفيرست اوبن بيريود قد ايه، اللي هي ايه اول فتره هتكون مفتوحه عندنا ايه، تمام. هتبقى جينيوري 2011، يعني اول فتره هتشتغل بيها في السنه بتاعتك في الكالندر بتاعتك، اول سنه اول شهر قصدي سوري اول شهر اول بيريود هتبقى ايه. هو جاب جينيوري 2011 لان هي اول بيريود موجوده داخل الكالندر دي، تمام. وبعد كده بيقول لي عدد الفتقبليه المفتوحه قد ايه، خلاص. يعني انت دلوقتي هتفتح فتره وهخليك تدخل فيها قيود، طيب الفتره المستقبليه ايه اللي ممكن برضه اخليك تدخل فيها قيود، هفهمها لكم دي لما نخلص ليدجر. يعني يقصد ايه بموضوع الفيوتشر بيريود، تمام، والفيرست ايه اوبن بيريود، ماشي يا شباب. فانا لو عايز افتح فترتين هكتب اتنين، فبراير ومارس. لو قلت واحد يبقى اوبن، يبقى الفتره اللي عندي مفتوحه هتبقى جينيوري، والفتره اللي هتبقى فيوتشر هتبقى فبراير، تمام تمام يا شباب. وبعد كده بيقول لك السب ليدجر بتاعك الاكونتنج ميثود هيبقى ستاندر اكروال، كلام عادي جدا مراجعه. حبيت اغير الاكونت ميثود بتاعتي اغير، هو بس بيراجع معاك وبيتاكد من بياناتك، تمام. وبعد كده بيقول لك الجورنال انتري لانجوج هيبقى ايه، انهي لغه هتستخدمها، تمام. طيب وهنا في تشيك بوكس هنلاقيه مكتوب عليه يوز كاش بيزنس اكونتنج، هو ده بقى يقول لك تقدر تستخدم طريقه الكاش في الحسابات. لو عملت كده اقدر ان انا استخدم طريقه الكاش مع الحسابات، بس دوت مع مديول البيبل بس تحت ايه، يعني التشيك بوكس ده ان انا استخدم موضوع ان انا ادفع فلوس فوريه ده مع موديول البيبل بس، خلاص. والتشيك بوكس ده بعدين مش مشكله دلوقتي، وابدا ادوس نيكست، تمام. هيبدا يجيبني على الصفحه الثانيه ديت، خلاص. هو برده ماشي معاك، هو بيقول لك ستيب 2 اوف 4 هنا في ليدجر اوبشن، ليدجر ديفاينز، تمام. وبعد كده ليدجر اوبشنز ماشي بستيب ستيب، يعني فاضل لنا ايه اثنين روتين ونخلص، ما فيهاش اي صعوبه، خلاص يا شباب. هنا بيقول لك لما جيت عملت ستيب هنا عايزكم تحطوا الحاجه دي حفظ كده في دماغكم، لما تلاقي العلامه دي زي علامه ستار كده ايه دي، معناها ان انت لازم تدخل لي داتا هنا. فاكرين لما كنا في ناحيه الجافا لما قلت لكم الفيلد لما يبقى اصفر يبقى مانداتوري تدخل فيه حاجه، هنا على صفحه الويب عشان يقول لك، هو هنا مش هيلون لك بس عشان يقول لك ان دي مانداتوري لازم ريكوايرد في داتا انتري، يحط لك علامه الايه الستار دي، معناها لازم تدخل حاجه، خلاص. يعني مش هيعديك في السيت اب بتاعك الا لما تدخل حاجه هنا، لكن تلاقي دايما في بعض الحسابات، في بعض الحسابات هتلاقيه مش علامه الستار دي موجوده، علامه الستار دي مش هتلاقيها موجوده. هنا بيطلب منك حاجه حساب اسمه ريتيند ايرننجز، يطلب منك حساب اسمه ريتيند ايه ايرننجز. ايه الحساب ده؟ الحساب ده بمعناه اسمه الارباح والخسائر المرحله من السنه اللي فاتت. بيقول لك من فضلك حط لي الحسابات بتاع الريتيند ايرننج بتاع الارباح والخسائر المرحله، خلاص. فهبدا ان انا اقول له ايه سيرش واجيب الحساب. انا طبعا هكون مدي الحساب بتاعي رقم زي ما قلت لكم قبل سيريال كود، وابدا اقول له ان الحساب بتاعي كذا، دي الشجره بتاعتي بقى ايه، انقي بقى الحساب، خلاص. واخش جوه الاكونتنج هنا اختار ايه
الحساب بتاع الريتين دي ايرنينج. خلاص نسيرش عليه كده، ما فيش. طيب ناخد بس اي حساب من هنا واقول له ايه كريت، وبعدين مش عايز يقبله. طيب ده 3 اصفار، واحط حساب التريد ايرنج بتاعي. وبس الابليكيشن عندنا تقيل يا شباب. طب هو ده، ايوه هو ده، واقول له مثلا اي ايه اي حساب. تمام، وبعد كده ادوس سيلكت، يبدا الحساب اللي هنا كده. لو انا ما كنتش حطيت حساب ريتين دي ايرنج هنا، اللي هو حساب الارباح والخسائر المرحله من العام السابق، ما كانش عداني. تمام، مفهومه دي؟ هو فعلا كده بيبقى حقوق ملكيه فعلا. تمام صح يا جيجي، خلاص يا شباب. طيب في حساب اسمه السسبنس اكاونت. ايه حساب السسبنس اكاونت دوت؟ معناها ان انت في اوريكل هنا بيقول لك انت هنا ممكن تدخل قيد عندي مش متزن، ممكن تدخل حساب مش متزن، يعني ممكن تقول 1000 جنيه. تمام، هتقول من حساب، هتقول من حساب. تمام، وليكن مثلا المصروفات خلاص كام؟ 1000 جنيه. وجيت قلت الى حساب البنك، الى حساب البنك كام؟ بدل ما اكتب هنا في الفردة الكريدت هنا اكتب 1000، كتبت 900، كتبت 900. واحنا كلنا عارفين ان لازم الفردة الديبت لازم تساوي الفردة الكريدت، صح كده؟ طيب حساب السسبنس هنا الفرق في 100. تمام، حساب السسبنس هنا بيقوم باتزان القيود الغير متزنه، بيعمل اتزان للقيد الغير متزن، بمعنى بيجي في الفرده الضعيفه. يعني ايه الفرده الضعيفه؟ اللي محتاجه اتزان. الفرده الضعيفه دلوقتي اللي عندنا اللي هي حساب البنك اللي هو حساب الكريدت، يقوم يجي هنا لوحده اوتوماتيك يحط لي 100. تمام، حساب موضوع حساب السسبنس ده ايه؟ لا لا، مالهاش علاقه بحساب فوق النهائي. خلاص شباب، محدش يقول معلومه الا لما يكون واثق منها يا شباب، عشان الناس ما تتلخبطش. ده معناه بيجي معاك اي قيد انت بتعمله غير متزن. يعني انت لو عندك قيود زي ما قلنا، جيت عملت قيد او فاتوره قلت حساب المصروفات 1000 الى حساب البنك 900، اصبح القيد غير متزن، فيجي حساب السسبنس ده يوزن لك القيد، يجي يحط لك الفرق لوحده، وتكون انت حاطط حساب هنا عند حساب السسبنس. انت بقى تكون في الديسكريبشن بقى حساب القيود المتزنه، حساب سميه زي ما تسميه. خلاص، فهو حساب السسبنس ده يعني يعتبر الشغل بيه مش يعني خطر، يعني فقليل اول لما حد بيشتغل بيه. خلاص، بقيه الحاجات ديت اللي انتم شايفينها دي بعدين، ان كل هتلاقوني كل ما اجي كل ما نيجي نتعلم حاجه او كل ما نيجي نعمل سيت اب لحاجه هتلاقوني برجع تاني للصفحه دي اقول لكم انا محتاج اعمل الشيك بوكس ده عشان يفعل لي كذا، محتاج اعمل الشيك بوكس ده عشان يفعل لي كذا. فاحنا هنعدي الايه الصفحه دي، لكن الصفحه دي كلها كل اللي انا عملته فيها ايه؟ ان انا حطيت حساب الارباح اللي في الاساس بيبقى حساب حقوق ايه؟ ملكيه. تمام يا شباب، كل ده اللي انا عملته في الصفحه. وبعد كده دوست نيكست خلاص، واجي اعمل تشيك بوكس على انيبل جورنال ريكونسيليشن دوت، اعمل تشيك بوكس ده عشان اقدر اعمل مصالحه ما بين القيود. تمام، بقيه الحاجات دي برضو دي مش دلوقتي، كل الكلام ده هنرجع له تاني، وكل ما احتاج حاجه هرجع افتح الايه الابلكيشن واجي افتح السيت اب ده واعمل تشيك بوكس احط حساب كل ما اكون محتاج ايه اعمل اعدادات معينه، وادوس نيكست. تمام، في اخر نيكست هنا في اخر ستيب هنا كده بيبدا ان هو بيراجع معاك اللي انت عملته، بيقول لك الليدجر كذا والتشورت نيم كذا والكرنسي كذا وكل اللي انت عملته، بيبدا ان هو يراجع معاك كل البيانات. تمام، بعد ما بتراجع بتدوس فينيش لغايه قلت ان انا بعد ما خلصت السيت اب بتاعي. تمام،
وخرجت في اول سيت اب ليا، كل اللي انا عملته انا بس دخلت شفت الاسم الليدجر، شفت الكرنسي، شفت الحاجات بتاعتي، ما عملتش اي حاجه تمام. وكل اللي انا عملته في السيت اب دوت ان انا ايه، ان انا حطيت حساب الارباح والخسائر المرحله بس، هو ده كل اللي انا عملته في الصفحه دي، ودوست فينيش. راح جاب لي ايه في الاستيتس هنا ايه، كومبليت، خلاص دي كملت. ابدا انزل على اللاين التاني عشان اخلي الحاله دي بتاعته ايه، كومبليت. هو صوت قطع عند ايه بالظبط يعني؟ طيب يا شباب، طيب انا قلت ان احنا كل اللي عملناه، عيد تاني، كل اللي عملناه في اول لاين هنا ان احنا حطينا حساب الارباح المرحله، ما عملتش اكتر من كده، ودوست فينش. لما بقت الاستيتس ديت ايه، كومبليت، علامه صح، دخلت على اللاين التاني اللي هو ريبورت الكرنسي تمام، ودخلت كل اللي انا عملته دوست على كلمة كومبليت لغاية ما بقى كلهم ايه، صح، عشان اقدر اشتغل بالليجر بتاعي. ما عملتش حاجة خالص في السيت اب بتاعي، لكن كل ما احتاج ان انا اعمل حاجة جوه الليجر تمام. هنرجع للصفحة. ناسي جدا موضوع المايك اللي بيقطع ده يا شباب. طب لسه معايا؟ تمام. قلت ان انا في وانا بعمل سيت اب ليدجر بتاعي، الملخص بتاعي، دخلت على صفحه الليدجر بتاعي، سالني اسم الليدجر ايه والفور سيز بتوعك ايه، حطيت له اسم الليدجر وحطيت له الفور سيز بتوعي ودوست سيت اب. جاب لي شكل الشاشه ديت تمام، ولقيت ان هنا في علامه ساعه، وهنا علامه مربع ازرق، وهنا علامه كومبليت، وهنا مربع ازرق، وهنا مربع. دخلت جوه اول لاين هنا اللي هو عمر ليدجر تمام، جوه الاوبشن بتاعي، وبدات ان انا ايه، اشوف ايه المطلوب مني جوه. لقيت ان هو في حساب اللي هو حساب ريتيند ايرنج تمام، ريكوايرد، لازم احط له حساب، فحطيت له حساب ريتيند ايرنج تمام، ودوست له فينش. على كده بقت الحاله بتاعته، بقت الاستيتس بتاعه بقى ايه، بقى كومبليت. ودخلت على اللاين الثاني لقيت كلمه كومبليت، فقلت له كومبليت، واللاين الثالث والرابع والخامس، خليته دوست عليهم كومبليت. في اعدادات بتتم جوه كل لاين من ده، بس انا اجلتها دلوقتي لحين ما احتاج منها حاجه، انا دلوقتي مش محتاج منهم حاجه، فانا قلت له كومبليت، ان مش لاقي ان في حاجه منتشره او ريكوايرد لازم ادخل فيها، لان مش لاقي حاجه ريكوايرد جوه كل واحد من ده ادخل فيه حساب، فانا دوست على كلمه كومبليت بس عشان تبقوا فاهمين انا عملت ايه. كده الليدجر بتاعي تم، كده الليدجر بتاعي تم خلاص. ما فاضلش غير ان انا اعمل له كيان قانوني، ان انا اعمل له ليجل انتيتي، هو ده اللي فاضل تمام. طيب عشان اعمل ليجل انتيتي تمام، هدوس على التابة اللي فوق ديت اللي اسمها ايه، ليجل انتيتي، وادوس عليها هنا كده، وهيقول لي سيرش، انت هتسيرش على ليجل موجوده قبل كده ولا هتكريت واحده جديده؟ نفس السؤال اللي سالوه لي في الليدجر، نفس السؤال اللي سألوه في هتكريت ولا هتسيرش تمام. فانا هقول له لا، هكريت ليجل ايه، انت جديد تمام. هنا بيقول لي ايه الدوله بتاعتك هتبقى ايه، هقول له ان هي هتبقى ايجيبت تمام، ما فيهاش اي صعوبه. وبعدين بيقول لي الليجل انتيتي نيم هتسميها ايه، هقول له هسميها عمر ليجل، والاورجنايزيشن نيم ممكن نفس الاسم عادي تمام، والليجل انتيتي ايه، الايدنتيفاير، خلاص ممكن احط حاجه عادي جدا، خلاص نحط مثلا اي رقم عادي كده، ودي برضو اي رقم اللي هو رقم السجل التجاري ورقم السجل الضريبي وكل الكلام ده كله. طبعا انت بتاخده من الشركه، بتيجي تساله بتقول له هو رقم السجل الضريبي بتاعك كام والتجاري كام تمام. ببدا ان انا احط له الادرس بتاعه خلاص. لو في ادرس معمول ابحث من عليه، اعمل سيرش من عليه، خلاص اجيبه واحطه، لكن لو هكريت واحد جديد هدوس على كرييت نيو ايه ادرس. فانا هقول له مثلا ان انا هكريت واحد جديد،
هنزل عند السيلكت تاني واحدة، ويبدأ ان هو هيفتح معايا شوية بيانات املاهم. خلاص يبدأ يسألني على اللوكيشن بتاعي انت فين، ابدأ مثلا اقول له اي حاجة، مثلا اقول له جيزة، بلاش جيزة خليها الوان، تمام، وادرس لاين 1. بس ممكن برضو اقول له ايه، اي حاجة، اي اسم يعني الوان. خلاص واجي هنا في الكونتري، هنا بقت ايجيبت. خلاص وابدا ان انا اقول له ابلاي. في حاجه تانية هنا مانداتري، بص علامه ستار فينا شباب، عشان كده جيت دخلت هنا بيان. خلاص في حاجه تانية في الكونتري هنا برضو، تمام، على علامه ستار ايه ايجيبت، ادوس ابلاي ورجعنا تاني ورا ليه. تمام تمت بنجاح. خلاص كده انا كريت دي الانتيتي. اروح بقى عند الليدجر بتاعي، خلاص اللي هو كان اسمه ايه، هنا بقى هسيرش عليه، مش انا كنت عامل ليدجر اسمه عمر اندرسكور ليدجر، هبدا ان انا اسيرش عليه اللي هو تاني واحد، تمام. وهنا دي الصفحه اللي احنا كنا فيها، لما جيت سالنا على الليجال انتيتي، دخلت عملت ايه، كريت ليجال من هنا. الناس معايا؟ تمام. فهبدا دلوقتي اد ايه ليجال انتيتي. خلاص بقى انا كريت واحد، اد ضيفهولي بقى هنا، هيفتح لي شاشة السيرش ديت، كنت مسميه عمر اندرسكور ايه ليجال، جو سيلكت ابلاي، اهو بقى عندي ليجال هنا اهو، كيان قانوني مرتبط بمين، بالليدجر اللي تحت ده. خلاص لما جيت حطيت ليجال انتيتي هنا، لقيت ان في حاجة تانية هنا محتاجة سيت اب ظهرت معايا، اسمها اوبريتنج يونت، اسمها اوبريتنج يونت بتاعت ايه هنعرفها بعدين. تمام اخش هنا عشان خاطر اخليها كومبليت، بس على القلم الاصفر اللي جنبها ابديت، تمام، وهقول له ايه كومبليت، خليها لي كومبليت دلوقتي، بس مش عايز اعمل فيه حاجه اكتر من حاجه من كده. كده نقدر نقول مبروك، كده الليدجر بتاعنا ايه كمل. ابدا ان انا ادوس ايه كومبليت، في ورنينج مفيش مشكله، تمام. كده عندي ليدجر، انا كده كريت ليدجر خاص بيا اسمه عمر اندرسكور ايه ليدجر. يعني كل عشان ده ملخص في 3 4 كلمات، حطينا الفور سيز بتاعتنا تحت اسم الليدجر، ودخلنا جوه الليدجر لقيته ان هو جايب لي شاشه في حاجات لازم مندات الريكوايرد ادخلها، وجنبها قلم اصفر، دخلت عليها لقيت ان حساب الارباح والخسائر المرحله حطيته له، ودوست فينش، لقيت الحاجات التانية اخش على القلم الاصفر ادوس ابديت وادوس على كومبليت لغايه ما تبقى كلها علامه صح كومبليت. جه طلب مني، دخلت على ليجال انتيتي ورحت جاي مكاريت واحد ودوست على اد ليجال انتيتي وكومبليت، تمام. فهو كل اللي انا عملته، ادي السيت اب بتاع الليدجر، سهل جدا وبسيط. لو انتوا عملتوه مره واحده بايديكم لا يمكن يتنسي، يمكن عشان مستغربين الشاشه وحاسين ان هو في مداخل ومخارج كتير، لكن الموضوع سهل جدا. هو ده السيت اب بتاع الجنرال ليدجر، مفيش اي صعوبه. وقلنا نعرف الحسابات اللي هي ريكواير دخل فيها ايه لما تبقى عليها علامه حاجه زي ستار كده، زي نظام الفيس، لما بتيجي تكرر لنفسك ايميل بتلاقي بيطلب منك الاسم بتاعك، الحساب بتاعك، الباسورد، كل الكلام ده كله. عايز اقول لكم ان اصعب حاجه في الابلكيشن في الفاينانشال هو يعتبر المحاضرتين اللي فاتوا، ان ازاي تعمل تشارت اكونتس، وازاي تعمل كالندر، وازاي تربطهم ببعض. ادي الصعوبه بتاعت ادي الصعوبه بتاعت الجنرال ليدجر. بعد كده اللي جاي كله شغل عادي بقى. تمام يا شباب، هنتكلم عن جزئيه صغيره النهارده، ونبقى كده خلصنا محاضره النهارده. يعني كفايه عليكم ايه موضوع السيت اب ده النهارده، تمام. دلوقتي انا كريت ليدجر، عملت ليدجر سميته، ركزوا معايا في الحته دي، عملت ليدجر سميته عمر اندرسكور ايه، صح كده؟ طيب ممكن انت بعديه ملاك، ناصر، اي حد من الناس الموجوده يخش كريت ليدجر ليه هو برضه، يسميه ناصر اندرسكور ليدجر، ملاك اندرسكور ليدجر، عصام اندرسكور ليدجر، صح كده؟ كل واحد اكيد فيكم هيعمل ليدجر باسمه ويجرب.
من على نفس السايت، من على نفس السيرفر اللي انا بعلمكم من عليه، صح؟ طيب انهي ليدجر بقى، انهي ليدجر فيهم اللي احنا هنشتغل بيه؟ ما انت ممكن تخش دلوقتي على نفس الصفحه اللي انا كنت فيها وتقول انا هكريت ليدجر من اول جديد، هكريت واحد تاني عادي، الابلكيشن هيسيبك. بس احنا دلوقتي عايزين نقول ايه ليدجر اللي هنشتغل بيه، يعني ازاي نقدر نحجم الموضوع ده، ازاي نقدر نقول ان الليدجر ده هو ده اللي هنشتغل بيه. طيب لو كنت تفتكروا معايا، كان في حاجه، لو كان في حاجه كنت بقول لكم عليها، في حاجه كنت بقول لكم عليها لو تفتكروا، اسمها بروفايل اوبشن. لما قلت لكم احب اغير لكم دلوقتي موضوع شكل الجافا، لما احب مش عارف اعمل ايه، الناس قالت لي يعني ايه بروفايل اوبشن؟ قلت لكم هنيجي في مرحله بعد كده هنفهم المقصود بيها بالظبط وايه اهميتها. البروفايل اوبشن هنا بقى هتقوم بدورها ان هي تقول ان الليدجر اللي عمله عمر اندرسكور ليدجر يشتغل مع اي واحد، مع اي يوزر. انا اللي بقول انا دلوقتي عندي 10 ليدجر وعندي 10 يوزر، هقول ان كل يوزر من ده ليه حساب استاذ عام يشتغل بيه عن طريق البروفايل اوبشن. تمام، فهمنا المقصود بكلمه بروفايل اوبشن اللي انا كنت عامل لكم بروفايل قبل كده لما غيرت اللون بتاع الجافا. تمام، هخش دلوقتي اعمل في الاوريكل قالت لي عشان خاطر ان انت تحدد اني ليدجر يشتغل بيوزر معين في بروفايل اوبشن لازم تعمله. او ما انا اسالك اقول لك اني ليدجر، اقول له مثلا عمر اندرسكور ايه ليدجر، مع اني يوزر، اقول له مع اليوزر اللي اسمه عمر. فاحنا دلوقتي بقول ان احنا عملنا كريتنا اكتر من نخصص كل ليدجر لكل واحد. انا عايز اقول الفلاني اللي هو باسم كذا يشتغل او اللي يشوفه اليوزر ناصر او اماني او ملاك او جيجي يعني. طيب ده يبقى عن طريق ايه؟ يبقى عن طريق حاجه اسمها بروفايل اوبشن. وقلت البروفايل اوبشن ده بيتعمل منين؟ بيتعمل من الريسبونسابيلتي اللي اسمها سيستم ادمنستريتور. تمام، عايزكم الموضوع البروفايل اوبشن ده هتلاقونا كتير عمالين نعمل فيه بروفايل اوبشن، هتلاقونا في كذا بروفايل بنعمله. اول بروفايل بقى نتعرف عليه في شغل اللي هو ازاي اقدر اعمل ربط ما بين الليدجر اللي انا عملته وما بين اليوزر، ما بين الليدجر وما بين اليوزر. هخش اقول بتاعي اللي انا عملته دلوقتي يشتغل معايا. الشير عندي مش عايز يشتغل، يعني انا في مشكله عندي تقريبا. خلاص ليدجر نيم بالظاهر جي جي درس قبل كده قبل فاينانشال ولا ايه؟ خلاص ان شاء الله تكملي معانا باذن الله. تمام، هو بس انا عندي مشكله دلوقتي يا شباب، عندي في الشير مش الاغلب شغال في الكويس، يعني في حاجه عندي في الجهاز تقريبا. فموضوع البروفايل اوبشن ان شاء الله هنتكلم فيها المره الجايه. خلاص ان شاء الله، يعني ما فاضلش بس ان انا اوريكم زي الناس اللي ما بتذاكرش. تمام، البروفايل اوبشن ده عشان اعمل ربط ما بين الليدجر بتاعي وما بين اليوزر، بخش على ريسبونسابيلتي اسمها سيستم ادمنستريتور اللي كنت بخش عليها عشان اقدر كريت يوزر او اساين ريسبونسابيلتي. تمام، اسم البروفايل اوبشن اسمه جي ال، دلوقتي اللي اسمه جي ال ليدجر نيم، ده اسم البروفايل اوبشن اللي بقدر الليدجر بتاعي وما بين اليوزر. فقلت ايه؟ ان البروفايل اوبشن انا كتبت دوت، لو عايزين تجربوها عشان الشير عندي فيه مشكله، بتكتبوه تقدر تربطه بين الليجر اللي انت عرفته وما بين اليوزر او الريسبونسابيلتي الخاصه بيك. اترككم في امان الله، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.